ولد الشيخ نواف الأحمد الصباح في 25 يونيو عام 1937 وتوفي في 16 ديسمبر عام 2023 عن عمر ناهز 86 عاما، وذلك بعد حكم دام 3 سنوات. في 29 نوفمبر عام 2023 دخل أمير البلاد المستشفى إثر وعكة صحية طارئة لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوص الطبية اللازمة. نشأ الشيخ نواف في قصر دسمين بيت الحكم أثناء إمارة والده أحمد الجابر، تلقى تعليمه في القويت ضمن مدارسها النظامية ومن بينها المدرسة المباركية. هو الابن السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح، الذي حكم البلاد في الفترة من 1921 حتى عام 1950، وهو ثالث وزير داخلية ورابع وزير دفاع في تاريخ الكويت، وصاحب أطول فترة على رأس وزارة الداخلية بعد الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، حيث ترأسها بين عامي 1976 حتى عام 1986 في فترة حرجة أمنية كانت الكويت فيها مهددة بالكثير من الأعمال العدائية. ترأس وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في أول حكومة ما بعد تحرير الكويت، سمي وليا للعهد في 7 فبراير عام 2006 ابان إمارة الشيخ صباح الأحمد، وفي 20 فبراير من العام نفسه بيعه مجلس الأمة بالإجماع لتولي المنصب وتولي مقاليد الحكم في دولة الكويت في 29 سبتمبر عام 2020، بعد وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، حيث نودي بصفته وليا للعهد لتولي مقاليد الحكم بموجب المادة الرابعة من دستور الكويت. وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر عام 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت. للشيخ نواف 4 أبناء وابنة، هم الشيخ أحمد النواف والشيخ فيصل النواف والشيخ عبدالله النواف والشيخ سالم النواف والشيخة شيخ النواف. تولى الشيخ نواف الأحمد الصباح العديد من المناصب المهمة لتبدأ رحلته في العمل السياسي في فبراير عام 1962، عندما تولى منصب محافظ حولي، حيث تمكن من تحويل المحافظة التي كانت عبارة عن قرية إلى مدينة حضارية وسكنية وتجارية تعج بالنشاط التجاري والاقتصادي، وتولى المسؤولية لمدة 16 عام. في مارس عام 1978 تولى حقيبة وزارة الداخلية خلفا للأمير الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح، الذي تولى منصب ولاية العهد ورئاسة مجلس الوزراء في بداية عهد الأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. ثم تولى الشيخ نواف منصب وزير الدفاع في يناير عام 1988، حيث طور العمل بشقيه العسكري والمدني، وعمل على تحديث وتطوير معسكرات وزارة الدفاع ومدها بكافة الأسلحة والآليات الحديثة لتقوم بواجبها الوطني في الدفاع عن الكويت وحمايتها من المخاطر الخارجية، كما اهتم بإفادة البعثات إلى الدول الصناعية العسكرية للتدرب على قيادة الطائرات العسكرية وكافة أنواع الأسلحة والمدرعات والمدافع التي يستخدمها الجيش الكويتي، وحرص على تضمين عقود شراء الأسلحة بنودا تنص على تدريب العسكريين الكويتيين عليها وصيانتها، وفتح المجال واسعا لانخراط أبناء الكويت في السلك العسكري وإعطائهم الكثير من الامتيازات. عرف أمير الكويت الراحل بخبرته وحكمته السياسية وشعبيته، حتى أنه اشتهر بلقب راعي السلام بين العرب. أسألكم قراءة الفاتحة له والدعاء له بالرحمة والمغفرة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. رحم الله روحا صعدت إلى السماء ولم يعد بيننا وبينها إلا الدعاء. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وطيب سراه واكرم مأواه واغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. وإنا لله وإنا إليه راجعون.